أهلا بكم طلابنا الأعزاء الصف الرابع العلمي. راح نتعرف اليوم عن حل أسئلة ومسائل الانعكاس والانكسار والقوانين التي يمكن استخدامها للانعكاس والانكسار. أول شيء راح نستخدمه إيجاد زاوية السقوط أو زاوية الانعكاس. كيف؟ من خلال إيجاد أو استخدام القانون الثاني للانعكاس، أي أن زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس. هنا ثيتا 1 يساوي ثيتا 1 داش. ثيتا 1 يساوي ثيتا 1 داش مثل ما موضحة عندكم بالكتاب، سويت لكم إياها بالدرس السابق، كانت ثيتا آر وثيتا آي. ثيتا آي كانت زاوية السقوط، وثيتا آر كانت زاوية الانعكاس. من ثيتا آي انسيدنت الشعاع الساقط أو زاوية السقوط، incident أخذت حرف I، وثيتا R كانت reflected أي منعكس. هنا راح تسمى ثيتا 1 اللي هي زاوية السقوط، وثيتا 1 هي زاوية الانعكاس. أما القانون الثاني هو قانون سنيل لإيجاد معامل انكسار الوسط أو زاوية السقوط أو زاوية الانكسار، العفو زاوية انكسار الوسط، من خلال القانون اللي يقول N1 sin ثيتا 1 ويساوي N2 sin ثيتا 2، حيث أن ثيتا 1 هي زاوية السقوط وثيتا 2 هي زاوية الانكسار، وN1 هو معامل انكسار الوسط الأول الذي سقط منه الشعاع، وN2 هو معامل انكسار الوسط الثاني اللي انكسر به الشعاع. راح نشوف من خلال هذا السؤال أو المثال، نعم سؤال من مسائل الفصل. مسائل الفصل هنا راح نجي شوية نتناقش به بشكل دقيق. يقول أنا هنا سقط ضوء من الهواء، هذا الوسط الأول هو هواء، على سطح الماء أو سطح الماء بزاوية السقوط. إذا أنا هنا شوف عندي وسطين، الوسط الأول هو الهواء، الوسط الثاني هو الماء. فإذا أنا هنا راح أنطيه هذا 1، هذا راح أنطيه 2، أي الوسط الأول هو الهواء والوسط الثاني هو الماء. من نطبق قانون الانكسار يقول N1 sin theta 1، N1 هنا راح يتعامل مع معامل انكسار الهواء، وN2 هنا معامل انكسار الوسط الثاني اللي هو الماء. من أجل أنا هنا شوية ركزوا وياي، من أجل أني على الهواء، الهواء خلنا نمسح هذا النية حتى لا تصير النقاط عندك مترابطة واحدة باللخ يكون درسك يكون. أجي أشوف الهواء، معامل انكسار الوسط الأول هنا عندي هواء، الهواء معامل انكساره ما راح ينطيني اياه بالسؤال. شوف هنا السؤال منطيني معامل انكسار الماء 4 على 3، لكن الهواء منطيني اياه. ليش؟ لأن معامل انكسار الهواء مقارب إلى الفراغ، لأن الوسط الذي أو سرعة معامل الانكسار من عرفناه بالمحاضرة السابقة هو النسبة بين سرعة الضوء بالفراغ إلى سرعته بالوسط. من أجل أن سرعة الضوء بالفراغ هي 3 في 10 أس 8 مثل ما شفناها بالمحاضرة السابقة ونعرفها، وهذا صار من البديهيات أنه أنت سرعة الضوء بالفراغ هي 3 في 10 أس 8 متر على الثانية ثابت. من راح يجي إلى وسط اللي هو الهواء راح يشوف أنه أنا هنا السرعة مات الضوء ما اختلفت بشكل كبير جدا، مقارب بالبوينت يمكن 5 أصفار قبل وراء البوينت. فبالتالي أنا هنا يعتبر معامل انكسار الوسط اللي هو الهواء مثلا راح يقول لي نسبة سرعة الضوء بالفراغ إلى سرعته بالهواء، إذا مساوية السرعتين شلون راح تكون النسبة؟ عدد على نفسه ايش راح ينطيني؟ 1، اي 3 في 10 أس 8 على 3 في 10 أس 8 راح يصير 1. عمليا عمليا وجدوه مو 1، مقارب الى الواحد، 0.99999 فقربه وسوى لك اياه 1. بالتطبيقات الرياضيه اللي عندنا احنا هنا الرجال راح نطبقه، راح نطبقه قيمه المعامل مال الانكسار مال الهواء قد يابه 1. نرجع للسؤال، السؤال يقول منطيني زاوية السقوط، زاوية السقوط 30، فانعكس جزء منه وانكسر جزء آخر. فإذا علمت أن معامل انكسار الماء يساوي 4 على 3، منطيني معامل انكسار الماء جد زاوية السقوط أو العفو زاوية الانعكاس 2 زاوية الانكسار، علما أن سان
30 هو 0.5، وهنا الساين 22.2 صار يساوي هنا شويه بالخطأ يعني نازله بالطباعه، صار ساين 22.2 هي 0.375. من اجل انا على الحل، الحل بالشكل التالي: اولا اكتب معطياتي اللي ناطيني اياها، N1 انا اعرفه كتبه ايش قد يساوي؟ 1. M2 ايش قد؟ 4/3 فارز، هاي ندير بالك فارزة. ثيتا 1 ايش قد؟ 30 ناطيني اياها، ناطيني معامل انكسار الهواء او بديهيا انه الهواء انا اعرفه 1، ومعامل انكسار الماء ناطيني اياه، وثيتا السقوط او زاويه السقوط هي ناطيني اياها 30. جد مطلوبات: ثيتا 1 داش قد يساوي مجهول، اي زاويه الانعكاس. 2 ثيتا 2 تساوي مجهول. فبالتالي انا هنا هذين المطلبين راح اتعامل وياهن لايجاد الحل. كيف؟ من اجل رقم واحد، رقم واحد ثيتا 1 يساوي 30، شلون استاذ؟ طبقت قانون؟ سوت عمليه حسابيه؟ لا، رحت على قانون الانعكاس الثاني، زاويه السقوط تساوي زاويه الانعكاس، وانا ناطيك السقوط 30 فالانعكاس ايش قد تكون؟ 30. تمام، مجرد انه هنا راح تعرفها من خلال زاويه السقوط. نوبات العكس، السؤال يفر لك اياه، ينطيك زاويه الانعكاس ويريد زاويه السقوط، نفس الحال انا اذا عندي زاويه الانعكاس فبالتاكيد اعرف زاويه السقوط، فهي حتكون مساويه لها حسب هذا القانون، ثيتا 1 يساوي ثيتا 1 داش. القانون الثاني او المطلب الثاني عفوا يريد زاويه الانكسار. زاوية الانكسار من اجيبها؟ اجيبها من قانون سنيل. قانون سنيل يقول N1 sin theta 1 يساوي N2 sin theta 2. انت بالتطبيق الرياضي راح تكتب لهذا القانون. انا هنا حتى اكفي الحل بالعرض اللي قدامك خليته مباشرة طبقت الارقام، فبالتالي انت يراد لك تقدم هذا الاحمر تخليه هنا قبل ما تقول 1 في sin 30 يساوي 4/3 sin theta 2. راح اطبق 1 هو معامل انكسار الهواء نص، بدال ما اكتبها 0.5 راح اكتبها 1/2. ليش استاذ؟ لان ناطيني هنا معامل انكسار بنسب كسريه، فانا هنا استخدم الكسور الاعتيادي افضل من العشريه اللي هي 0.5 تساوي نص، حتى يصير عندي حاصل طرفين بالوسطين، وعمليا عمليه حسابيه اسهل. راح اجي انا هنا 4/3 سان ثيتا 2، راح اضرب هذه في هذا 4 سان ثيتا 2 على 3، وهذا الطرفين في الوسطين 2 في 4 8 سان ثيتا 2، 1 في 3 3 سان ثيتا 2 هي 3/8. 3/8 راح تقسمها قسمه طويله راح تطلع لي عشريه ايش قد؟ 0.375. سويت انا وجدت زاويه الانكسار؟ لا. انا شلون راح اجد زاويه الانكسار؟ استفاد من العلم. شوف العلم حاط لك اياه بلون مميز اللي هو يفرق عن النور الازرق. انا هنا راح اخلي وحده تحت الثانيه، من اجل هنا راح اعتمد على المقارنه. المقارنه مالتي تقول، ثواني بس هذا شويه شكل، تقول انه انا عندي ساين ثيتا هاي ساين وهذه ساين، تمام؟ اشطبها، اشطب الساين واشطب الساين، واشطب ال 300.375 واشطب ال 0.375. مقارنتي ثيتا 2 ايش قد تساوي؟ ثيتا 2 تساوي 22.2%، اذا زاوية الانكسار الثانية هي ايش قد؟ هي 22.2%. هذا بس توضيح بسيط لقانون سنيل. راح تجيك هواية أسئلة من قانون سنيل حتى تعرف مثلا سرعة الضوء في ذلك الوسط. سرعة الضوء مثلا هنا عندك المي، جد سرعة الضوء في الماء، جد سرعة الضوء في الزجاج، جد سرعة الضوء في الماس، وإلى آخره. يجيك نوبات معامل أو طول الموجي، راح نرجع إلى المعادلة مال الضوء الاف يساوي سي عن لمدة، المعادلة اللي درسناها بالفصل السابق. إذا شباب هذا بس شيء مبسط وعن حل معامل الانعكاس والانكسار، وراح نتعرف إن شاء الله بشريحة ثانية على حلول أخرى. في أمان الله، إن شاء الله في